كم واحد فينا كده قعد فكر شوية مع نفسه علشان يعرف قد ايه رب المجد اتألم وتعذب كتير جدا وتحمل حاجات ما كانش ينفع ابدا حد فينا يتحملها، ولا اي مخلوق على وجه الارض كان ممكن يتحمل كم الالام اللي تحمله السيد المسيح، له كل المجد على خشبة الصليب. ومين فينا ما بيخافش من الموت؟ بس برضو مين فينا قعد شوية مع نفسه وفكر ولو دقايق بسيطة جدا في يومه وقال لما رب المجد نفسه انتصر على أكتر أو أكبر شر إحنا بنخاف منه هو الموت، فمفروض إن إحنا نخاف؟ هو طبيعي إن إحنا نخاف، ولا طبيعي إن إحنا نتقوى وإننا نقف في وش عدو الخير وإننا نبقى إحنا كمان حاسين بالانتصار الكبير ونبقى إحنا كمان حاسين بالقوة العظيمة اللي كلنا المفروض إننا نعيشها، هي قوة القيامة. احنا النهارده مع حضراتكم في فقره باكر هنتكلم عن جزء بسيط جدا من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا. حابين نرحب طبعا بضيفنا في البدايه استاذ سامح موريس خادم بكنيسه الشهيد العظيم ابو سيفين حدائق القبه. اهلا بيك، صباح الخير، شرفنا ومنورنا، وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب. هنخرج نسمع مع حضرتك ومع كل المشاهدين جزء اللي معانا النهارده من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا، ونرجع نتكلم الاول في الجزء ده ونتكلم في الرساله كلها بشكل عام. اوكي فتفضل. وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. رجعنا مرة تانية مع حضراتكم أستاذ سامح. بداية كده عايزين نتكلم عن إصحاحات الرسالة بشكل عام، بتتكلم عن إيه؟ أو الرسالة الموجهة من الرسالة دي، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا، كان الهدف منها إيه؟ الكلام اللي المفروض يوصل لكل واحد فينا من خلال الرسالة دي كان إيه؟ بولس الرسول كتب رسالته لأهل روميا في الفترة من 55 ل 57 ميلادية، وده قبل زيارته لروما سنة 58. هو كان بيمهد للزيارة بالرسالة، وكان في الوقت ده في بعض المؤمنين موجودين في روما من فترات طويلة، من ساعة حلول الروح القدس على الترميز في يوم 50، من قبلها بحوالي 25 سنة ابتدى بعض اليهود اللي حضروا يوم 50 يؤمنوا ويتحركوا ويسافروا إلى روما، وبعض الأمميين برضو اللي أمنوا بالسيد المسيح على يد بولس وتحركوا من بلاد لبلاد لحد ما وصلوا روما. في الوقت ده ما كانش في حد خالص من الرسل، الآباء الرسل، زار روما. وكان المؤمنين كلهم جايين من خلال الإيمان اللي قبلوه من يوم 50 أو علاقاتهم الشخصية ببولس. تمام. بولس الرسول حب يمهد للزيارة بالرسالة، ورسالة كانت قوية وواضحة جدا إنه بيتكلم عن حاجة كل الخلاص، وابتداها من أول إصحاح إن هو بيتكلم عن إنجيل المسيح لأنه معلن به الخلاص للكل، وبكل يحتاج البر اللي في المسيح يسوع. فده كان هدف عام للرسالة، وابتدى يحط فيها نقاط واضحة جدا على أهمية الإيمان مقابل أعمال الناموس الحرفية. تمام. وبيقابل بيها حركة التهود اللي كانت موجودة في الوقت ده. ورسالة أو الهدف اللي كان من الرسالة ده بولس الرسول وقتها عارف يوصله مع أهل روميا؟ وصله، وكان بيوضح بيحط نقط على الحروف دايما ان هو بيحاول يخلي الناس اللي بتكلم على التهود، لا يا جماعة المسيح جاي وبيدور على الإيمان والنعمة والتبرير والتقديس في المسيح يسوع. لو حد فينا اتكل على انه ابن إبراهيم او ان هو من أصل يهودي او ملتزم بالناموس ويقوم بعمل الناموس، فده مش هيدخله السماء. لكن المهم انك انت تكون مؤمن بانجيل ربنا يسوع المسيح، وده واضح حتى من اول الايات. يمكن الايه الجوهريه اللي موجوده في الاصحاح الاولاني ايه 16، لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني، لانه فيه معلن بر الله بايمان الايمان كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيى. فالهدف من الرسالة بان في كلامه في أول الآيات
مش كده؟ هو دخل في الموضوع على طول. بالظبط. طب نتكلم بقى في الايه اللي موجوده معانا النهارده اللي هي سمعناها دلوقتي في فاصل، بتقول وتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيامه من الاموات يسوع المسيح ربنا. احنا مبدئيا كده عايزين نفهم كده كل كلمه يقصد بيها ايه، معناها ايه كلمه تعين، ليه بيتكلم بيقول بقوه، ليه بيتكلم في تفاصيل يعني عن تعيين ابن الله وبقوه، يعني كلام احنا لو قرناه مش كلنا هنعرف نفهمه، فخلينا كده نفسر جزء جزء علشان نعرف احنا كمان نفهم الرسالة بشكل صح. كلمة تعين مش ما عملش حاجة جديدة، يعني يمكن الكلمة العربي قصرة شوية ومش بتوضح المفهوم، لكن لو رجعنا للمعنى الانجليزي بتاعها فنلاقيها بتترجم دايما في الانجليزي الكلمتين. اول حاجة كلمة ديكلير يعني صار واضح، يوضح. وضحت للكل ان هو ابن الله. والكلمة الثانية بريدستينيت، تمام، ان هو كان معين سابقا او منذ قديم الازل كان معروف ان هو ابن الله. فده بيوضح شخصية ربنا يسوع المسيح، وده بيرد برضو على بعض الهرطقات اللي بتقول ان المسيح كان انسان وصار الها. فهو قال لهم لا، ده هو من الازل ومن الابد هو ابن هو الله، هو اله واخذ صورة الانسان ده يمكن بيوضح الفرق ما بين قوة يعني الترجمة الانجليزي انها بتوضح المعنى كويس قوي. وده هنلاقيه من البداية خالص من ساعة تجسد الرب يسوع المسيح، هو اخفى لاهوته ومحدش كان يتخيل ان الطفل المولود في بيت لحم، الطفل اللي مولود بولادة صعبة جدا، هو ابن الله. وحتى بعد كده هو أثناء صنع المعجزات كان بيوصيهم أن لا يزوروا أحد. لما تقابل مع التلاميذ وسألهم من يقول الناس عن ابن الإنسان، فكل واحد قال واحد من الأنبياء، واحد إيليا، واحد أرميا، وسألهم أنتم من تقولون في ابن الإنسان، فرد بطرس بسرعة وقال له أنت هو المسيح ابن الله. فقال له تباك يا سمعان ابن يونا، أن دما أو لحما لم يعلن لك ذلك، لكن برضو أوصاهم أن لا يقول ذلك لأحد. حادثة التجلي نفسها اللي تمجد فيها ربنا يسوع المسيح على جبل طابور، أوصاهم وهم نازلين أنهم ما يحكوش عن أي حاجة عن أحداث حادثة التجلي إلا بعد صلبه وقيامته. فطوال فترة التجسد كان مخفى عن الكل من هو ربنا يسوع المسيح، لكن بعد القيامة الوضع اختلف. يعني الجملة الأولانية دي أو الجزء الأولاني من الآية اللي موجودة معنا النهاردة تقصد أنه وضح قوي بعد القيامة أنه هو ده ابن الله، ومش بس توضيح عادي، ده كمان توضيح بقوة. مظبوط. وبولس الرسول برضو بيتكلم في فيليبي 2 آية 6، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته نفسه آخذا صورة العبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. دي فترة التجسد، إن هو كان في صورة عبد، صورة إنسان، صورة الضعف، لكن بالقيامة من الموت الوضع اختلف فظهر قوة لاهوت الابن. جميل. ليه هو هنا قال بقوة؟ يعني هو احنا كان يكفي قوي إنه يتكلم على تعيين او على وضوح بنوة السيد المسيح لربنا، او انه يبقى اله، او انه يبين قد ايه هو مش انسان عادي زي ما كان بيتقال وقتها. كان ممكن يقول خلاص انه ده هو ده ابن الله ويطلع ويظهر البنوة دي. ليه ساعتها قال بقوة؟ كان يقصد بيها ايه؟ انه يأكد وأكنه بيحط كده ايه مليون خط تحت كلمة انه هو ده ابن الله. الوضع بقى مختلف. على قد ما كان باين ضعيف ومرزول ومهان من البشر أثناء فترة التجسد، فكان لازم يظهر الصورة العكسية بالكامل بعد القيامة. هو الضعف مقابله أو مضاده القوة. قيامة السيد المسيح من بين الأموات ما كانش حدث عادي طبعا، دي أول مرة حد يقوم نفسه طبعا. يعني في ناس كتير قومت ناس موتى، السيد المسيح نفسه أو العازر أو ابنة يايروس، ابن أرملة اتنين، لكن وفي العهد القديم في إيليا أو ابن أرملة بيت صرف بيت صيدا، كانت المرة الأولى إنه إن حد يقيم نفسه بنفسه بلاهوته. فعلشان كده ساعتها قال إنه بقوة، إنه مزبوط. يبين قد إيه إن دي هي دي القوة الفائقة.
تفوق حدود الطبيعه. ان هو الميت قوم نفسه. طب ما هي يعني انا او يعني الكلام كده لما بنفضل نتامل فيه شويه يا استاذ سامح بنلاقي انه القوه الفائقه دي مش بس بانت وقت القيامه، دي بانت من وقت الميلاد. انه يعني هو خرج من بطن امنا العذراء وكانت عذراتها لسه مختومه وانه هي لسه كانت عذراء، فالقوه الفائقه بتاعه رب المجد ظهرت من وقت الميلاد، من وقت نزوله بالجسد، من وقت انه كان ممكن كل حاجة تخلص وهو إله من غير ما يتعذب، من غير ما يتألم، من غير ما يتوجع، من غير ما يصلب مع اللصوص، من غير ما يتهان، من غير ما حاجات كتير تحصل. لكن القوة الفائقة دي احنا ليه بنتكلم عنها بس انها لانه اقام نفسه بنفسه؟ يعني القوة الفائقة بتاعت رب المجد كانت بتبقى موجودة من اول نزوله وتجسده في شكل انسان. احنا بنتكلم بنقول الكلام ده دلوقتي لان احنا معنا الكتاب المقدس، لكن لو نرجع لاحداث التاريخ في وقتها لحد وقت الصليب الذين صلبوا معه كانوا يعيرانه بالظبط، وكانوا بيقولوا له لو كنت انت ابن الله فاعمل. لو كان هو تصرف بالشكل ده ونزل من على الصليب كانت خطه الخلاص كلها اختلفت، كانت فشلت. لكن هو تحمل الصليب وهو البار القدوس علشان يرفع عنا عقوبة الموت. صحيح. وبالتالي هو أخفى لاهوته بالكامل. وحتى المعجزات اللي كانت بتتم كان في بعض الناس بتقول ما فلان عمل كذا، فلان النبي عمل كذا. هيرودس نفسه قال في وقت من الأوقات إن يوحنا قام من الأموات، يوحنا المعمدان قام من الأموات. فهم كانوا شاكين إن هو نبي، وده اللي لما سأل السيد المسيح تلاميذه عن رأي الناس فيه فأغلبهم قال نبي. لكن الوحيد اللي عرف يقول أنت هو المسيح ابن الله هو بطرس. هو الصخرة، هو اللي قال عليه أنت بطرس وعلى صخرة الإيمان أبني كنيستي. صحيح. طب احنا هنا بنتكلم في الآيات عن روح القداسة. أولا عايزين نوضح نقطة مهمة، روح القداسة اللي اتكلم عنها بولس الرسول في الآية اللي معنا النهاردة هي نفسها الروح القدس ولا هو كان يقصد حاجة تانية؟ لا، هو مش الروح القدس، لان كده يبقى في تداخل في عمل الاقانيم بالظبط. لكن هي الوحيد الذي بلا خطيه وصار خطيه لاجلنا هو رب المجد يسوع. تمام. فهو القدوس، هو بيتكلم عن قداسه شخص ربنا يسوع المسيح. تمام. ولانه ما كانش في خطيه فبالتالي الموت ما انتصرش عليه، لان بسبب الخطيه دخل الموت الى العالم. وكان كل واحد بيموت قبل الصليب كان مكانه فين؟ في الجحيم. ما كانش حد بيدخل الفردوس، وكان كل بيموت وكل مش بيشوف راحة. يعني لو نتخيل كده ان كل ابائنا القديسين قديس العهد القديم بعد ما تنيحوا راحوا فين؟ راحوا الجحيم. جحيم. الروح الإنسانية ربنا يسوع المسيح متحدة بلاهوته بعد ما أسلم الروح على الصليب وقال يا أبتاه في يديك استودع روحي، الروح دي نزلت الى الجحيم. نزل الى الجحيم. وزي ما بتقول الكنيسه فالحانها نزل الى الجحيم وسبى سبيا. واعتق الذين فيه. صحيح. واقام الموتى واعطاهم حياه ابديه. ابليس كان متخيل ان الروح اللي جايه له دي روح عاديه جدا زي روح اي روح انسانيه، فوجئ انها متحده بلاهوته. لان زي ما بتقول الكنيسه برضو ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. وبالتالي لما نزل الى الجحيم ابليس ما قدرش يقبض على الروح دي لانها متحده باللاهوت. وانعم على اللي في الجحيم بالحياه الابديه، نقلهم معاه على طول من الجحيم الى الفردوس. وكانوا اول الداخلين مع اللص اليمين الى الفردوس. صحيح. فدي روح القداس اللي بيتكلم عنها. واقام منهم بعض الناس اقاموا من الاموات. في بعض الموتى قاموا في الوقت ده وظهروا في اورشليم. صحيح. ده معناه انه يعني خلينا نتكلم كده عن حياتنا احنا. محدش فينا ما بيعملش خطيه، ومحدش فينا يعني رب المجد يسوع هو ما كانش عنده خطيه، فعشان كده هو كانت عنده روح القداسه لان هو قدوس.
فالشخص اللي ما عندوش خطايا ده زي رب المجد يسوع، واللي ما فيش حد زيه طبعا اكيد، هو ده سبب قدسته، هو ده سبب انه قدوس، لانه بلا خطيه ما منكم يبكتني على خطيه. لكن احنا بقى حياتنا اللي فيها خطايا ازاي هنعرف نتعامل مع القدوس؟ ازاي القدوس يقبلنا رغم خطيتنا، رغم ان هو مات وصلب ويعني ودفن وتعامل بشكل مسيء جدا لاجل خطيتنا، الا ان احنا حتى اللحظه دي لسه مستمرين في الخطيه. فخلينا نتكلم بقى في حياتنا احنا شخصيا ممكن نعمل ايه؟ كاي انسان مؤمن قبل ربنا يسوع المسيح كاله وفادي ومخلص ليه، واعتمد على اسم ربنا يسوع المسيح وتعمد ونال سر الميرون، حل فيه الروح القدس طبعا. وبالتالي روح ربنا اللي ساكن جوانا هو بيحركنا في اتجاه قداسه. تمام. وبالتالي لما الكنيسه حلوه قوي وهي بتقول في كل قداس قبل التناول القدسات للقديسين. تمام. فبتقول كل اللي موجودين في الكنيسه متقدمين للتناول هم قديسين. حتى رب وانا في مشاكل، حتى وانا خاطي، حتى وانا تحت ضعف. لان في قوه الله داخلك. جميل. بس المهم ان انت تستغلها صح. تتحرك في اتجاه التوبة باستمرار، في اتجاه النمو. هي كويسة بتقول ان احنا ننمو الى ملء قامة ربنا يسوع المسيح. ودي هو اللي ربنا طالبه مننا. ربنا مش طالب مننا ان احنا نعيش في طول الوقت في بلا خطية. لانه بيقول برضو لو قلنا ان احنا بلا خطيه فنضل انفسنا وليس الحق فينا طبعا. لكن هو المشكله انك انت لو وقعت توب. ربنا عمره ما يسال انت ليه اخطيت، لكن هيقول لك ليه انت ما توبتش، ليه ما استغلتش عمل روح الله القدوس الساكن فيك فعمل التوبه. والتوبه دي معناها يا استاذ سامح انه انا ما ارجعش تاني للخطيه، يعني مش بس انه اقول ان انا عملت الحاجه دي وارجع بيها تاني، ولا اني معنى ان انا تبت ان الحاجه ما ينفعش اعملها تاني ابدا، ايا كان السبب، ايا كان الوسيله، ايا كان حياتي بعد كده، يعني خلاص انا تبت عن الحاجه دي فانا مقرره انه انا مش هعملها تاني. هو طبعا اللي بتكلمي فيه ده الشكل المثالي جدا للتوبه. وفي واحد من الاباء قال لك لا اتذكر اني سقطت في خطيه واحده مرتين. لكن احنا في طريق الجهاد ممكن نقع ونقوم، نقع ونقوم. ولازم يبقى الجهاد حقيقي مش توبه ظاهريه، رحت لرب اعترافي قلت كلمتين وبس ورجعت في الاعتراف بعد كده اكررهم مره تاني، لكن لازم تبقى توبه وجهاد حقيقي عشان اتفادى السقوط مره اخرى. والايه بتقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم والرب يحارب عني. جميل. خليني كده قبل ما نختم اتكلم في محبه ربنا لينا، عايزه اتكلم في عطيه ربنا لينا اللي هي المحبه، اننا ما نخافش، اننا نفضل طول الوقت واثقين فيه. انا لو انا واثقه ومتاكده انه انا هيكل الله وروح الله ساكن فيا، وانه انا بنته، وانه هو انا على صورته وعلى مثاله، وانه انا طول الوقت شايله صليبه، وانه انا طول الوقت حامله اسم المسيح، انا ازاي اتعامل مع مرايات العالم، واتعامل مع عدو الخير، واتعامل مع احساسي في بعض الاوقات بالخوف، رغم اننا طول الوقت بنتكلم عن انتصارنا وعلى قوتنا وعلى اننا ما ينفعش نخاف. انا عايزه اتعامل مع كل ده في اطار انه انا بنت الله. الخوف في حياتنا ممكن يبقى شيء طبيعي، لان انا قلقان مثلا شويه من ناحيه دراستي، من ناحيه مستقبلي، لكن لما بسلم كل حاجه في ايد ربنا وبقول له يا رب انت المدبر ولتكن مشيئتك وان كل الاشياء تعمل معا للخير، فده بيدينا حريه من الخوف ومن القلق. خلاص انا وضعت كل قلقي وكل خوفي وكل تخيلي المستقبلي في ايد ربنا وبقول له يا رب انت دبر. وده الفرق ما بين بطرس الرسول قبل القيامة وبطرس الرسول بعد حلول الروح القدس وبعد القيامة. صحيح. بطرس الرسول قبل الصليب وقبل القيامة أنكر الرب يسوع قدام جالية، لكن بطرس الرسول بعد حلول الروح القدس فيه بالظبط زينا دلوقتي نفس الروح القدس هو الوضع اختلف خالص، ووقف يوعظ قدام الكل ويجاهر باسم ربنا يسوع المسيح وامن 3000 واحد على اسمه. صحيح. واحنا بنتعلم من كده، يعني اباء الكنيسه كلهم حتى سواء اباء كهنه او
قديسين علمانيين حتى القرن العشرين كلهم بيسلمونا الإيمان ده، إن إحنا ارمي الموضوع على ربنا وربنا بيدبره. وده اللي بيزود جوانا الروح القدس يا أستاذ سامح، ولا إحنا بإيدينا ممكن نطفي عمل الروح القدس وبإيدينا نشعل عمل الروح القدس؟ بإيدينا الاتنين بأمانة، يعني بإيدك تشعل الروح القدس وبإيدنا نطفيه. نطفيه ده بسيطة جدا، كل ما يبكتنا أو كل ما يوجهنا نقول له اسكت، نسكته. مش عايزين نسمعك، مش قابلين التوبيخ والتعليم، مش قابلين عمله فينا. فده سهل جدا ان احنا نسكت او نطفئ عمل الروح فينا. اما بالنسبه لعمل ازاي نشعل الروح القدس عمله فينا، فده بيبتدي اول حاجه بكلمه ربنا. طبعا ان انا ابقى في تواصل بكلمه ربنا، وكلمه ربنا دايما هتعلمني ايه المطلوب مني عشان اسعى في طريق القداسه. الحاجة التانية وسائط النعمة، صلاة، صوم، اعتراف مستمر بخطيتي، قراية سير القديسين، كل دي وسائط نعمة تساعدني ان انا اشعل الروح في داخلي. صحيح. الحاجة الاخيرة والمهمة جدا سر الافخارستية. لازم اكون في حياة تناول باستمرار. لو اقدر كل يوم يبقى كويس، لانه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فبالتالي وجودنا باستمرار في اتحاد مع ربنا يسوع المسيح في سر الافخارستية بيدينا ان يشعل جوانا روح القدس دايما مشتعل في داخلنا. استاذ سامح موريس خادم بكنيسة الشهيد العظيم ابو سفيان حدايا القبة، بشكرك شكر جزيل لوجودك معايا النهارده في صباح النور. استمتعنا بوجودك معانا وبشكرك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. مرسي.